كشفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن أن النسخة السادسة من مهرجان البحرين للطعام والذي اختتم فعالياته مؤخرا سجل أكثر من 175 ألف زائر، حيث بلغ عدد الحضور في الأسبوع الثاني من المعرض أكثر من 100 ألف زيارة، بعد أن كان الأسبوع الأول قد سجل قرابة 75 ألف زيارة. نعم، أشار الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة إلى أن مهرجان البحرين للطعام بات يشكل نقطة جذب رئيسية للزوار من خارج البحرين ومحطة مهمة على برنامج زياراتهم، بما يساعد على تنمية قطاع السياحة ككل، والذي يشكل مجال الضيافة ركنه الأساسي ويسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية السياحية للبحرين 2022-2026. هذا وتابع زوار مهرجان البحرين للطعام ما يقارب 200 فعالية وعرض مصاحب للمهرجان على مدى أيامه 16، بما في ذلك فعاليات رئيسية كبرى، إلى جانب استضافة مواهب بحرينية قدمت عددا من العروض الموسيقية والفنية. كما شهد المهرجان أيضا سحوبات على جوائز بالتعاون مع فنادق ومطاعم في جميع أنحاء البحرين، مما عزز من تكامل التجربة التي يقدمها هذا المهرجان لزواره ومرتادين من المواطنين والمقيمين والسياح.